واش الخوت، السلام عليكم، كي جيرين؟ لاباس بخير، نتمنى انكم تكونوا في احسن حال. المهم الخوت، اليوم فيديو جديد. شوفوا الحميمه تاعنا فين وصلوا الفريخات، شكون اللي بيض. المهم ندير واحد التوليعه خفيفه انا عندي في البراكه. المهم بقاو معانا. المهم عدوان الماكن كيخاف لما الماكن اللي كنقلب فيهم البيض. طلقت لهم هاد البلاصه هادي، حيت اليوم ديك كونتر بلاكيه اللي كانت لهنايا باش يبقاو يدورو في السطح، كاين شويه اتساع يبقاو يدورو شويه في السطح. المهم خلينا نشوفو الحميمات. المهم هادو جوج فريخات تاع الطاكله، تبارك الله هاهم صحه جيده، اللهم بارك. بسم الله. ما تبارك الله راه واكلين مزيان، الصحة تاعهم خير، اللهم بارك. الوالدين تاعهم خدامين بابا بيض، ان شاء الله عاوتاني كيجمعو في العشيش، الله يسخر فيهم. هادو جوج فريخات تاع نيكولايف في البيض قرطاسيين، اللهم بارك، تا هما راه بصحة جيدة تبارك الله. هادو جوج فريخات تاع نيكولايف نيت، نخرجوهم لهنا، هاهما اللهم بارك، هما بصحة جيدة تبارك الله. وهادو جوج تاع نيكولايف نيت في اللون الكحل، الفريخ تاعهم تبارك كما قلنا، الفريخ تاعهم تبارك الله راه في صحة جيدة، اللهم بارك. وهادو فريخات تاع نيكولايف في البيض تاهوما، واحد في البيض كامل قرطاسي، والاخر فيه شوية الكحل في ظهرو. دوزو نشوفو الحميمات هنايا تبارك الله. المهم قسمتهم، شي حاجة كانت متلوقة هنايا عزلتها حطيتها هنايا في هاد البريريكة هادي، باش ميبقاوش مزاحمين، كانوا مزاحمين واحد شوية. هنا الجا تاع الفعل راه قربو يبيضو تبارك الله، قربو يحطو البيض. و الجا ديال الغازي تا هما راه قربو يبيضو، عا كيجمعو العش، اللهم بارك. و هنا الجا تاع الطاكلة تذكر فيها هاد اللويين تبارك الله، هادي الأنثى تاعو راه مبيضين تا هما هنايا. و هنا هادو العش تاع لي زيرونديل راهم بيضو تا هما ان شاء الله. و هادو كرافات شينواز راهم تا هما راه قراب يبيضو ان شاء الله. و هنا الطونيك الحمامة خليتها قبيلة باه تبيض، باقي راه بيضات، يلا بيضات تاع الطونيك، اللهم بارك. و هما هدا ما عطا الله في هاد البريريكة هادي. نرجعو نشوفو هاد البريريكة الجديدة شنو حطنا فيها. كاين فيها التكرادة تاع الكازي، فراجي، اللهم بارك، ممتاز تبارك الله. و هاد التكير هذا تاع كرافات شينواز ولد ديك الجوجة اللي ليه، لا هو لا هدا، عطلو عليا بجوجهم دكورة. دابا ندير عليه شي واحد، ندير عليه شي مسابقة إن شاء الله، إلا ملقيتش ليهم نتاوي. و هادو فريخات تاع الكازي، كاين هاد الزريق، كاين هاد اللوين، كنقولو حنا رصاصي. هاد اللوين هاد الزريق قليل قليل شوية، مكاينش
كاين ولا ني في الثمن وقليل فين تلقاه. المهم عندنا هاد البياس حاجه ان شاء الله نخدموا عليها، نخرجوا شي فريخات زرقين نكثروا من هاد اللوين الزرق. دوز نشوفوا هاد السجينه هادي، اللهم بارك، هادي جات على الطواسه تكرع ولا ردوا ليا الدري، مات لي ديك الحمامه اللي كان بيزوجوا معاها، ماشي مشكل تبارك الله الذكر ممتاز. كنت وتايا راه مخير، هادي هي اللي عليها المسابقه ان شاء الله. المهم بالمناسبه اللي ما شافش الفيديو تاع تاع المسابقه نخلي لكم في الديسكريبسيون، بغيت نخليها مع الذكر تاعها، ولكن راه درنا عليها مسابقه ماشي مشكل. هادي جات على الساكس بي، اللهم بارك، نتسنى ان شاء الله نشري لهم يوم واحد القفز نحطهم فيه، حيت هادشي تاع النفاخ ضروري خاصو القفز تاعو. وهذا الذكية تاع النيكو في الزرق، هيا الأنثى تاعو راه بيض هنا عاوتاني، وهادي جوجة تاع النيكو في اللون الأحمر راهم مبيضين كاركين تما على البيض، الله يسخر فيهم. وهنا جوجة تاع الكازي، أذكر عندو كركع على واحد جوج بيضات تاع عاد النيكو القهوي، كركع على واحد جوج بيضات ان شاء الله تفرخو. المهم هذا ما كان الخوت ديال البركة تاع الحميمات اللي عندنا، الله يسخر لنا فيهم ان شاء الله تكبر القناة نزيدو حميمات ونوع اخرين نولعو الاخوان فيهم. المهم هادو هما الماك نتاعنا، راه باقي ما ولفوش القند، الله بيبداو كيشدو الكرة. المهم هذا ما كان الخوت ان شاء الله، كانت سنا غير هاد الحميمات اللي مبيضين هنايا يفقسوا البيض ويتنتشوا مع الحمام العيا، ندير شي دجيجة تاع التيكور هنايا، نجيب شي دجاج تاع التيكور سيل برايت عزيز عليا داك السيل برايت، ان شاء الله نجيب منو شي جوج كوبلات نحطوهم عندنا نتولع بهم تاهما ونولعو فيهم الاخوان. المهم هذا ما كان الخوت، ما كانكم شتو لنا واحد ابوني وجيم، تخليو لينا شي كومونتير زوين وبارطاجيو الفيديو مع العشرة نتاعكم، باش تزيد تكبر القناة ان شاء الله ونزيدو نديرو فيديوهات كتر ونجيبو حميمات كتر. يلاه الله يسر الامور.